ونبدأ بتشكيلة نادي العروبة، الضيف الثقيل الذي يأتي في استاد نادي الفجيرة لكي يصبح ثقيلا، لكي يرفع لقب هرنانديز وعلي حسن، وفي الجهة اليمنى إيريك دانييل اللاعب البرازيلي الذي يلبس التيشيرت رقم 11، ويتواجد سايمون ديبار مهاجم سترايكر، ويتواجد في الجهة اليسرى واللاعب الذي يلعب في وسط الهجوم في بعض من الأحيان حسب تعليمات مدرب فريق نادي الفجيرة خالد بن يحيى اللاعب. وسنذكر أيضا مدربي فريق مدرب فريق نادي الفجيرة ماركوف، يبعدها وينقلها إلى رمية تماس مرة أخرى للفريق الأخضر الذي يبحث عن هدف أول في استاد نادي الفجيرة الجميل والرائع الذي يتسع إلى 11,000 متفرج والذي يحضر فيه جماهيرا كثيرة في هذا اليوم الجميل وفي هذا اليوم الرائع والممتاز وسط هذه الأجواء الجميلة وسط هذا الطقس الرائع والجميل. تعود الكرة مرة أخرى إلى خط الدفاع إلى فريق نادي العروبة، تعود مرة أخرى الكرة إلى جابرييل كامارفوغو، جابرييل يرسلها عالية، تعود إلى الهجوم لكن يبعدها المدافع، يا سلام عليك الله عليك، مرة أخرى محمد سالم يبعدها بين اثنين، يا عيني عليك يا محمد. تعود مرة أخرى إلى خط الدفاع إلى فريق نادي الفجيرة إلى صالح ربيع، صالح ربيع يرسلها عالية، ينقلها عالية إلى المهاجم، لكن مرة أخرى تعود إلى الجناح، الجناح يتقدم إلى الأمام، تعود مرة أخرى للاعب رقم 33 الذي يراوغ، يا سلام من الأول، هل هناك خطأ؟ لا، حكم المباراة لا يحتسب شيء، حكم المباراة يطالب بأن يلعبوا الكرة ولا يوجد هناك شيء، هناك تعود مرة أخرى الكرة، مرة أخرى لفريق نادي العروبة، لكن الكرة تخرج إلى رمية تماس لمصلحة فريق نادي الفجيرة. كرة مرة أخرى لفريق نادي الفجيرة، الجناح يتقدم إلى الأمام، ينقلها عالية، نعم هناك خطأ لمصلحة الذئاب، لمصلحة الولفز الذين يريدون أن يتقدموا بالهدف الأول، يريد أن يفاجئوا الجميع، يريد أن يسجلوا على المتصدر، يريد أن يقلصوا النقاط إلى 18 نقطة، الآن فرق النقاط كبير جدا، نعم نحن نعرف ذلك والجماهير تعرف ذلك، لكن هم لا يفكرون بالنقاط الكثيرة، هم يفكرون كيف سنفوز اليوم، كيف سنهزم المتصدر اليوم الذي خسر مباراة واحدة في هذه السنة، خسر أمام فريق نادي دبل الفجيرة بهدف مقابل لا شيء، وتعادل في 3 مباريات وفاز في 20 مباراة، شاهد الأرقام، أرقام كبيرة وأرقام جدا مثيرة، والآن خطأ لمصلحة فريق نادي الفجيرة ينفذها اللاعب رقم 33 يرسلها عالية، لكن الكرة تعود مرة أخرى إلى لاعب خط الوسط، هل هناك متابعة؟ نعم هناك متابعة ومهارة عالية من اللاعب رقم 33 لفريق نادي الفجيرة. تعود الآن الكرة إلى صالح ربيع إلى المدافع، مرة أخرى يبحث عن زميل، كرة عرضية عالية يرسلها إلى الظهير، الظهير الأيمن، الظهير الطائر الذي يريد أن يتقدم إلى الأمام، لكن الكرة يقلصها لاعب فريق نادي العروبة ويبحث عنها مدافع نادي الفجيرة لكي ينفذها رمية تماس لمصلحة فريق نادي الفجيرة. هناك أيضا بعض من التعليمات للمدربين، لمدرب فريق نادي الفجيرة المدرب ماركوف، ولمدرب أيضا فريق نادي العروبة المدرب برونو بيريرا، والإداريون والفنيون والمشرفون يريدون أن يشرفوا على فرقهم بهذه المباراة الجميلة الرائعة. والآن محمد سالم ناصر سينفذها عالية، محمد سالم ناصر سيرسلها على شكل ضربة ركنية، الآن سنشاهد هل هناك تمريرة عالية، نعم أرسلها عالية، هل من رأسية، هل من محاولة، لكن هناك إبعاد، تعود الكرة مرة أخرى إلى خط الوسط، مرة أخرى تمويه ومحاولة، هل هناك مرور، نعم يحاول يمر مرة أخرى، لكن الكرة تخرج إلى خارج أرضية الملعب ورمية تماس مرة أخرى للذئاب للولفز الذين يريدون المواصلة إلى الأمام، لا يريدون التفريط بالنقاط، يريدون جميع مبارياتهم نهائي، لا يريدوا الهزيمة
من مباراة إلى مباراة، يريدون التقدم إلى الأمام، يريدون مواصلة النتائج الإيجابية، لا يريدوا النتائج السلبية. لو فرطوا في مباراة أو مباراتان أو ثلاثة سيضيع الحلم وسيبقوا في دوري الدرجة الأولى مرة أخرى. والآن مرة أخرى رمي التماس ينفذها نفس اللاعب محمد سالم ناصر، يرسلها عالية لكن الحارس يتدخل، تعود مرة أخرى للعرباويين. الجناح يتقدم إلى الأمام، فريق نادي العروبة الذي يبحث عن تسجيل الهدف الأول تعود مرة أخرى إلى الجناح. يا سلام، محاولة لكن الكرة تذهب إلى ضربة مرمى لمصلحة فريق نادي الفجيرة. هجمة خطيرة، هجمة كادت أن تشكل خطرا كبيرا على دفاع مرمى فريق نادي الفجيرة. هناك أيضا تعليمات من اللاعب محمد سالم ليوجه بعضا من لاعبين في الفريق، سواء لاعبين خط الدفاع أو لاعبين خط الوسط أو لاعبين خط الهجوم. والآن تعود الكرة مرة أخرى إلى ضربة مرمى لمصلحة فريق نادي الفجيرة. تعود الكرة مرة أخرى إلى محمد سالم ناصر، محمد ينقلها عالية، هل متابعة للمهاجم رقم 70؟ لكن المهاجم لا يستلمها، تعود مرة أخرى الكرة لفريق نادي العروبة. نحن على سدد الدقيقة العاشرة، نحن في الدقيقة التاسعة والنصف، تعود مرة أخرى لفريق نادي العروبة الذي يحاول أن يباغت فريق نادي الفجيرة. لكن فريق نادي الفجيرة أغلق جميع جبهاته في الملعب، أغلق جميع نوافذه بالملعب. هو يعرف فريق نادي العروبة يهاجم من جميع الأطراف، يهاجم من جميع النواحي، يريد أن يسجل هدفا ويتقدم به إلى الأمام ويعطي ثقة كبيرة لمصلحة فريق نادي العروبة أو لمصلحة فريق نادي الفجيرة. ألا تعود مرة أخرى لمصلحة فريق نادي العروبة لدييغو أندريا لغابريل كامارفاغو، تعود مرة أخرى الكرة إلى خط الوسط إلى فريق نادي العروبة، يرسلها عالية، هل هناك استلام؟ لكن رأسية إبعاد لفريق نادي الفجيرة. تعود مرة أخرى، المهاجم السنغالي يتقدم الأمام لكن الكرة تستخلص مرة أخرى، تعود لمصلحة فريق نادي العروبة من الجناح، الجناح يحفظ عليها وتعود مرة أخرى رمية التماس لمصلحة فريق نادي العروبة. نحن نسمع التشجيع، نسمع الأهازيج، الله على طرف جمهور فريق نادي العروبة وطرف فريق نادي الفجيرة، طرف الجماهير الحاضرة في المباراة مستمتعين، الحمد لله مخلصين من صلاة التراويح، والله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وتبقى بعضا من الأيام لكي ينتهي الشهر الفضيل، شهر الخير وشهر البركة وشهر الغفران وشهر التسامح. تعود مرة أخرى لفريق نادي الفجيرة الذي يتقدم للأمام مرة أخرى، اللاعب رقم 5 لكن هناك رأسية استخلاص لمصلحة فريق نادي العروبة، ضغط فجراوي، الفجراويون يتقدمون للأمام، عرضية عالية حارس المرمى يتصدى إليها بنجاح، حارس مرمى فريق نادي العروبة طلال اليماحي يتصدى إليها ويقفز عاليا في الهواء كي لا تدخل الكرة إلى الشباك. نعم هو يعرف ذلك، لا يريد أن يستقبل الأهداف، يريد أن ينهي جميع مبارياته بأمان، يريد أن ينهي جميع مبارياته وينقذ فريقه ويلحقه باللقب الأول الغائب لفريق نادي العروبة، الفريق القادم من مدينة مربح الجميلة، المدينة الرائعة، المدينة الساحرة. نحن أيضا في إمارة الفجيرة الرائعة، إمارة الفجيرة الجميلة، الفجيرة فجيرة المحبة، فجيرة المودة، فجيرة المعزة، فجيرة كل شيء، فجيرة التي يوجد فيها جميع الحاضرين في الملعب أو خارج الملعب بأهلها بناسها بطقسها الجيد وبجميع ما وجد في هذه الإمارة الجميلة والرائعة. تستخلص الكرة مرة أخرى، تعود لفريق نادي العروبة لكن هناك راية وتسلل يشير إليه حكم الراية، والآن تعود مرة أخرى لفريق نادي الفجيرة، الفريق الذي يريد أن يحاول أن يسجل هدفا في ملعبه، لا يريد أن يحزن جماهيره، يريد أن يفرح جميع الحاضرين في الملعب. يلتقط بعض الأنفاس اللاعب محمد سالم ناصر
ويشرب الماء. بالعافية عليك يا محمد. تعود مرة أخرى لفريق نادي الفجيرة، تعود لللاعب رقم 25 محمد سالم الذي يبحث عن زميل، تعود مرة أخرى للاعب رقم 3 مدافع فريق نادي الفجيرة. يلعبون بثقة عالية، يلعبون بثقة كبيرة، لا يريدون التفريط في هذه المباراة. تعود الكرة مرة أخرى إلى لاعب الوسط، إلى علي سامواب، علي سامواب إلى لاعب خط الوسط، إلى زميله. الزميل يبحث عن زميل آخر لكي ينفذوها عالية. هناك استلام، هناك كنترول بالصدر. تعود الكرة من الظهير، الظهير يتقدم الأمام، يرسلها عالية لكن تستخلص الكرة من الدفاع. تعود مرة أخرى لفريق نادي الفجيرة، لا يوجد هناك خطأ، هناك استمرارية اللعب. تعود مرة أخرى للعرباويين، العروبة يتقدم للأمام، الفريق الأخضر يريد أن يسجل الهدف الأول، يبحث عن تسجيل الهدف الأول. تعود إلى اللاعب الجناح الذي يتقدم للأمام، محاولة، هل هناك عرضية؟ مرة أخرى الله على إبعاد، يا السلام عليك، الله الله الله، إبعاد جميل وإبعاد ناجح من فريق نادي الفجيرة. سلطان سبيل هو من يبعدها، سلطان يريد أن ينقذ فريق نادي الفجيرة. الله الله الله، على مباراة جميلة، على مباراة رائعة، ديربي بتكتيكه العالي، ديربي بمواصفاته العالية، ديربي بمواصفاته الكبيرة والرائعة. والآن ضربة ركنية مرة أخرى لفريق نادي العروبة الذي يبحث عن تسجيل الهدف الأول، الذي يبحث عن التقدم من جديد. الآن سنشاهد الضربة ركنية لفريق نادي العروبة مرة أخرى، يرسلها عالية، رأسية، محاولة، لكن اللاعب خط الوسط هو من يبعدها، تسديدة، الله، يا السلام عليك يا صالح ربيع، وعلى إيقاف، الله الله الله، يا سلام على تسديدة رائعة، الله على تسديدة جميلة. تصدي الكبار يأتي في دوري الدرجة الأولى، هذا تصدي الجولة، هذا تصدي الموسم، يا السلام على إيقاف رائع. والآن ضربة ركنية مرة أخرى، رأسية، العرباويين يطالبون بركلة جزاء، ماذا هناك؟ لكن هناك ضربة ركنية مرة أخرى، العروبة يبحث عن التقدم مرة أخرى. الله على أداء ممتازا وعلى أداء جميلا يقدمه العرباويين. حاولوا الفجراويين لكن الأخضر يريد أن يتمسك بأمل الصدارة، لا يريد أن يفرط بالصدارة. يفوز بثلاث جولات ويتعادل في جولة واحدة وينهي جميع أحلام الفرق الأربعة الكبيرة المتواجدة في دوري الدرجة الأولى. الآن يلتقطون بعضا من الأنفاس اللاعب محمد سالم واللاعب الزحمي ولاعبين كثر من نادي العروبة ولاعبين من نادي الفجيرة. نعم الآن الطقس بارد لكن سيأتي الصيف، حتما سيأتي الصيف مرة أخرى وسنعود في الأجواء الصيفية الرائعة والجميلة. ارتقاء، ماذا هناك يا حكم؟ ماذا هناك؟ هل يوجد ضربة جزاء؟ هل هناك تصادم للكرة؟ أم هناك ضربة ركنية لفريق نادي العروبة؟ نعم نعم، ضربة ركنية للعرباويين، ضربة ركنية للأخضر، ضربة ركنية للناموس، ضربة ركنية للمتصدر الذي يريد أن يبحث عن هدفا أولا يسجل فيه في هذه المباراة الجميلة. إبعاد، إنقاذ، هناك الظهير يتقدم، هناك يبعدها ويرسلها عالية. الفجيرة يريد أن يسجل هدفا أول، يا السلام على تمويه، على محاولة للاعب باربوسا يقدم مستوى رائع وجيد. تعود مرة أخرى للاعب رقم 22 الذي يحاول أن يتقدم إلى الأمام، اللاعب محمد عيسى الجناح الذي يتقدم إلى الأمام، لكن الكرة راية وتسلل. تعود مرة أخرى لفريق نادي العروبة، يتقدم الظهير مرة أخرى لكن هناك مدافع ينقذ مرة أخرى ويحاول، لا يريد الأهداف أن تأتي. سلطان سبيل شقيق اللاعب فهد سبيل، اللاعب الذي لعب في نادي الفجيرة ولعب أيضا في نادي اتحاد كلبة ولعب في أندية عديدة في دوري أدنوك أو في دوري الدرجة الأولى الممتاز.
هناك رمية تماس لفريق نادي العروبة، الفريق الذي يبحث عن التقدم، الفريق الذي يبحث عن الإنجازات، الفريق الذي لا يريد أن يفرط بالصدارة، يريد المزيد من التقدم، يريد المزيد من النجاح. برافو عليكم يا خضراويين، وبرافو عليكم يا شباب الفجيرة. مرة أخرى يرسلوها عالية، هل من هدف؟ يا الله، لا يوجد هناك متابعة. الجناح يتقدم، الكرة لا زالت في الملعب، لكن اللاعب لا يلحقها، والكرة مرة أخرى إلى رمية تماس لمصلحة فريق نادي العروبة. هناك بعض من المناوشات، نعم، بين المدربين وبين الإداريين. هدوا يا شباب، نحن في شهر رمضان، نحن في شهر الخير وفي شهر المحبة وفي شهر التسامح. والآن بعضا من التوجيهات من حكم المباراة للاعب رقم 33 لفريق نادي الفجيرة، بعضا من الكلام الذي يشير إليه، وبطاقة صفراء شفهية وليس بطاقة صفراء على أرضية الملعب، ينبه بأن لا يحتاج مرة أخرى في أرضية الملعب. ابتسامتك حلوة وابتسامتك جميلة، وابتساماتكم يا شباب الفجيرة ويا شباب العروبة جميلة ورائعة. تعود مرة أخرى رأسية، مرة أخرى رمية تماس لمصلحة فريق نادي الفجيرة. نحن قريبين جدا من الدقيقة 20، نحن في آخر 25 دقيقة من هذه المباراة، وعندما ينتهي الشوط الأول وقبل أن ينتهي شوطه الأول سنشاهد كم من الدقائق الذي سيحتسبها حكم المباراة في هذه المباراة الرائعة والجميلة. سنذكر بعض من الأرقام لفريق نادي الفجيرة. استطاع صاحب الأرض نادي الفجيرة أن يفوز في 11 جولة، وخسر في 7 جولات، وتعادل في 6 جولات، ويسعى أن يكسب نقاط المباراة لكي يدخل ضمن الأربع الكبار، ويحاول أن يخطف المركز الثاني من دبل فجيرة ودبل حصن ونادي الظفرة، الذين يسعيان أن يخطفوه لكي يتأهلوا ويصعدوا إلى دوري كبار، إلى دوري أدنوك للمحترفين. وفي الطرف الآخر فريق الخصم الذي يدخل المباراة صفته متصدر لدوري الدرجة الأولى ب 61 نقطة، حيث فاز ب 20 مباراة وخسر في مباراة واحدة وفي مباراة يتيمة أمام فريق نادي دبل فجيرة بهدف مقابل لا شيء، ويسعى إلى التقدم إلى الأمام، وتعادل أيضا في 3 مباريات كي يكون بطلا لدوري الدرجة الأولى ويصعد إلى دوري أدنوك للمحترفين لسنة 2024-2025، لكي يحضر إليه جيدا، لكي يحضر إلى الكبار جيدا ويتألق من جديد. تعود الكرة، الجناح يتقدم للأمام، تعود للفجرويين، لكن هناك عرقلة، هناك تعود مرة أخرى لفريق نادي العروبة الذي يسعى أن يسجل، لكن الفجيرة الآن هو من يهجم. تعود إلى خط الدفاع، لاعب خط الوسط تقدم الأمام، لكن الفجراويين يحاولون يلعبون مباراة جميلة، مباراة ممتعة، تمتع الجماهير، تمتع العشاق، تمتع الإمارة الباسمة، تمتع هذا الديربي الجميل والرائع. تعود مرة أخرى، هناك استخلاص دفاعي، يا سلام، الله عليك. مرة أخرى الكرة إلى خارج أرضية الملعب، علي ساموا الذي قدم شوطا أولا رائعا، يقدم شوط أول ناجح. جماهير العروبة حاضرة حضورا كبيرا وحضورا رائعا. المنطقة المخصصة لجماهير نادي العروبة تكاد أن تمتلئ، تكاد أن تمتلئ كاملة. نعم، هناك بعضا من المقاعد الإضافية الذي تنتظر الجماهير، لكن حضور جميل وحضور رائع. يأتون من مدينة مربح الجميلة إلى إمارتهم الجميلة وإمارتهم الباسمة والساحرة، والتمريرة ساحرة من لاعب خط الوسط، اللاعب رقم 33 لفريق نادي الفجيرة، لا زاما، ويلعب في بعض الأحيان كمهاجم. تعود الكرة مرة أخرى لفريق نادي الفجيرة، الظهير يتقدم مرة أخرى للاعب رقم 28، يرسلها عالية، الله،
لو تابعها المهاجم لكانت خطيرة. هي حلوة وجميلة، هي حلوة الحتوتة لما بتكمل تكمل بالأهداف، لكن الحتوتة ما كملت. الله الله الله، يا سلام على تمريرة جميلة وعلى عرضية رائعة. مرة أخرى تعود رمية تماس لفريق نادي العروبة، المباراة تسخن من جديد، تعود الجناح يتقدم إليها، لكن المدافع محمد سالم ناصر يبعدها عاليا. روح رياضية كبيرة لفريق نادي الفجيرة، يبعدون الكرة إلى خارج أرضية الملعب. أخلاق رائعة وأخلاق جميلة للاعب محمد سالم ناصر الذي يقدم بطولة رائعة وجميلة، يقدم 24 جولة أو 21 جولة رائعة وجميلة. في كل مباراة يظهر بمستوى رائع، في كل مباراة يظهر بمستوى جميل يليق باسمه ويليق باسم نادي الفجيرة، يليق بالذئاب، يليق بالولفز الذين يلعبون كرة الهجومية في هذه المباراة ولا يلعبون للدفاع. وشاهدنا في بعض الأحيان وفي بعض التمريرات وفي بعض العرضيات الذين حاولوا إليها لكن لن يستغلونها بشكل جيد وبتصرف جيد وجميل. والآن هناك بعض من المناوشات بين لاعبين فريق نادي الفجيرة ولاعبين فريق نادي العروبة. محمد سالم يكلم حكم المباراة وحكم المباراة أيضا يتحدث معه من جديد، و يستكمل اللعب مرة أخرى للاعب رقم 45 لفريق نادي العروبة. الآن الكرة لمصلحة فريق نادي العروبة للاعب علي حسن، لاعب خط الوسط الذي ينتظر صافرة حكم المباراة كي يلعب الكرة. هل الكرة بحوزة نادي الفجيرة أم الكرة بحوزة نادي العروبة؟ نعم نعم، الكرة بحوزة نادي الفجيرة. تعود الكرة مرة أخرى للاعب محمد سالم، محمد سالم مرة أخرى إلى حارس المرمى، إلى صالح ربيع. صالح مرة أخرى ينفذها، الآن يبحث عن زميل، نعم يرسلها عالية، تعود مرة أخرى إلى خط الوسط. استلام جميل، استلام رائع، لكن مرة أخرى تعود لفريق نادي العروبة. يتقدم الأمام مهند، مهند يحاول، مهند لازال مرة أخرى. هل هناك هدف؟ لكن هناك راية وتسلل. الفكرة حلوة، الفكرة جميلة، فكرة رائعة، لعب كرة عرضية وتمريرة جميلة وناجحة، لكن لا يستغلها المهاجم لأنه كان في مصيدة التسلل. وتعود مرة أخرى الكرة إلى خط دفاع فريق نادي الفجيرة. تعود الكرة مرة أخرى للاعب محمد سالم ناصر الذي يرسلها عالية. هل هناك استلام؟ نعم، يحاول إليها علي سامواه، لكن الكرة تنتقل وتخرج إلى ركلة مرمى لمصلحة فريق نادي العروبة. الكرة بحوزة حارس المرمى فريق نادي العروبة، تعود مرة أخرى إلى خط الدفاع إلى فريق نادي العروبة. يتقدم إليها اللاعب جابرييل، جابرييل مرة أخرى إلى خط الوسط. محاولات ناجحة وتمريرات عالية وتمريرة سحرية مفاجئة لفريق نادي العروبة، لكن هناك لمسة يد لمصلحة فريق نادي العروبة، لمسة يد نعم لمصلحة فريق نادي الفجيرة، خطأ مباشر لمصلحة فريق نادي الفجيرة يشير إليه حكم المباراة على اللاعب فرنانديز، اللاعب الإيطالي، اللاعب الذي يلعب كوسط هجومي في بعض الأحيان، وبعض من الأحيان يأخذ تعليمات المدرب ويلعب وسطا دفاعيا. الكرة الآن بحوزة فريق نادي الفجيرة، الحارس صالح ربيع الآن يعطي بعض تعليماته للاعبين للتقدم الأمام، يرسلها عالية، تعود هناك استلام من مهند، لكن هناك تسديدة. أم ماذا هناك؟ تعود إلى الظهير الذي يتقدم، الله على الكوبري جميل ورائع، يا سلام، محاولة فجراوية، هل من هدف؟ لكن الكرة كانت بعيدة لمصلحة فريق نادي الفجيرة، طولها اللاعب رقم 28 لمصلحة فريق نادي الفجيرة اللاعب حمدان حميد، لكن معوضين يا شباب. والآن تعود مرة أخرى الكرة إلى ضربة مرمى لمصلحة فريق نادي العروبة.
تعود الكرة مرة أخرى لمصلحة فريق نادي العروبة، لكن هناك رأسية الكرة من الجهة اليمنى، لكن الكرة تخرج إلى رمية تماس لمصلحة فريق نادي العروبة. رمية تماس لفريق نادي العروبة تعود مرة أخرى. هل هناك خطأ؟ نعم، لا يوجد هناك خطأ، هناك رمية تماس لمصلحة فريق نادي العروبة، ينفذها اللاعب رقم 4 سالم سليمان الذي يلعب في خط الدفاع لمصلحة فريق نادي العروبة. تعود مرة أخرى من الجهة اليمنى، هل هناك عرضية؟ نعم هناك محاولة، يا سلام على تمريرات ناجحة وعلى تيكا تاكا. العرباويين يريدون التقدم، يريدون الهدف الأول، تسديدة ومحاولة، لكن صالح ربيع موجود. يا سلام عليك يا صالح ربيع، على مستواك الجميل، على مستواك اللافت، مستواك الرائع الذي تقدمه في هذه المباراة الساحرة وفي هذه المباراة الجميلة في المدينة الجميلة وفي الإمارة الباسمة، في إمارة الفجيرة، إمارة المحبة وإمارة الابتسامة وإمارة كل شيء، إمارة العطاء. تعود مرة أخرى، يرسلها عالية الحارس صالح ربيع، رأسية مرة أخرى تعود لمصلحة فريق نادي الفجيرة إلى اللاعب عبد الله حسن. عبد الله مرة أخرى للاعب رقم 70 للمهاجم، مرة أخرى يحاول مرة أخرى تحضين، الله عليك على التحضين يا السلام. مرة أخرى الكرة يبعدها فريق نادي العروبة، لا يوجد هناك خطأ ولا يوجد هناك ضربة أو أي شيء، الحكم يشير إلى استكمال اللعبة. تعود مرة أخرى لفريق نادي العروبة، الآن يوجه الزميل مرة أخرى إلى الظهير. تعود مرة أخرى الكرة إلى رمية تماس لمصلحة فريق نادي الفجيرة. الله على طرب المدرج العرباوي، يا سلام وعلى ما يقدمه المدرج العرباوي طوال هذه الفترة، الفترة الذي يريدها اللاعبين، يريدها الإداريين، يريدها أعضاء المجلس لنادي العروبة، يريدها جميع عشاق العروبة، يتماسكون بأيدي واحدة وبأيدي أمينة، بأيدي الدوري، نعم دوري الدرجة الأولى، الذين لا يريدون أن يضيعونه مرة أخرى، يريدون التقدم للأمام، يريدون الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين. الآن تعود مرة أخرى كرة عالية، مرة أخرى تحضين على الكرة لفريق نادي العروبة ودوران، وهناك خطأ مرة أخرى يشير إليه حكم المباراة لمصلحة فريق نادي العروبة. لمصلحة فريق نادي العروبة، لاحظ يا السلام على التشجيع، على المؤازرة، العبد ما شاء الله عليه حاضر في كل مدرج، في مدرج نادي العروبة، في مدرج نادي الشارجة، وفي مدرج شباب الأهلي، يعطيك ألف عافية العبد وعلى مؤازرتك لفرق دورينا ولفرق دوري الدرجة الأولى وللفرق العمانية، فرق السلطنة، الدولة الحبيبة، الدولة الشقيقة أيضا، سلطنة عمان، سلطنة المحبة وسلطنة المعزة. تعود مرة أخرى لفريق نادي الفجيرة، يا سلام محاولة، هل هناك خطأ؟ نعم هناك خطأ يشير إليه حكم مباراة لمصلحة فريق نادي الفجيرة، هناك عرقلة واضحة وخطأ على اللاعب فرناندس اللاعب الإيطالي، والآن ينفذه اللاعب محمد سالم ويعيدها إلى حارس المرمى صالح ربيع. كرة بثقة كبيرة إلى حارس المرمى، إلى المدافع لفريق نادي الفجيرة الذي يرسلها عالية، لكن هناك رأسية لفريق نادي العروبة، الكرة إلى وسط الملعب، يتقدم إليه للأمام، يبحث عن زميل، تعود محاولة، لكن فريق الفجيرة يفتكها، الكرة تعود للاعب رقم 3 لفريق نادي الفجيرة الذي يتقدم الأمام. تعود مرة أخرى استخلاص للفجراويين، لكن يا سلام على العروبة وعلى ما يقدمه الفريق الأخضر، وأيضا فريق نادي الفجيرة قدم مباراة رائعة، مباراة 50-50، مباراة 50-50، مباراة ليست لأحد، مباراة للاثنين، مباراة للاثنين، مباراة للاستمتاع. تريدون أن تستمتعوا بالإمارة الباسمة؟ شاهدوا هذه المباراة. تريدون أن تستمتعوا بهذه المباراة؟ شاهدوا هذه القمة للجولة 21 المؤجلة من دوري الدرجة الأولى
بسبب أحوال الطقس التي كانت في الفترة السابقة. والآن رمي التماس لمصلحة فريق نادي الفجيرة سينفذها اللاعب محمد سالم ناصر الذي يوجه بعضا من زملائه يرسلها عالية، لكن هناك رأسية، هناك استخلاص تعود لفريق نادي الفجيرة للاعب رقم 22 لمحمد عيسى. محمد يحاول بين الاثنين، لكن مدافع فريق نادي العروبة لا زالت بحوزتها وتعود مرة أخرى رمي التماس لمصلحة فريق نادي الفجيرة. نحن في الدقيقة 33 ولا زلنا بالنتيجة السلبية، لكن ليس بالأداء السلبي، هناك أداء رائع بين الفريقين، هناك أداء ممتع يقدمه الفريقان. تسديدة قوية، الله، حلوة وجميلة، الفكرة حلوة، الفكرة إيجابية، لكن الكرة تعود مرة أخرى إلى ضربة مرمى لفريق نادي العروبة. الكرة ذهبت إلى المدرجات، إلى المدرج في الجهة اليمنى، لكن تعود وترسل عالية، لكن محمد سالم يوجد هناك، هناك مدافع موجود، تعود مرة أخرى إلى خط الدفاع لمصلحة فريق نادي الفجيرة. يتقدم إليها اللاعب عبد الله حسن، عبد الله حسن يرسلها مرة أخرى للفجراويين للاعب رقم 33 للازامة، لازامة الذي يقدم أدوارا جميلة، يلعب دور الجوكر، يلعب دورا الليبرو، يلعب دورا جميلا ورائعا تشاهده بجميع المراكز في أرضية الملعب. تعود مرة أخرى إلى علي ساموا، علي ساموا إلى عبد الله حسن، عبد الله عرضية عالية تعود لكن تبعد بالخطأ، تعود إلى فريق نادي العروبة إلى مهند خميس، مهند يرسلها عالية، هناك رأسية إلى الظهير، ظهير فريق نادي الفجيرة الظهير أحمد الزحمي الذي أرسلها إلى خارج أرضية الملعب ورمي التماس مرة أخرى لفريق نادي العروبة. سلامات سلامات لحارس المرمى الذي توجد له إصابة في رجله، سلامات وما تشوف شر يا كابتن، وترجع إن شاء الله مشافة معافى وتستكمل هذه المباراة وتستكمل هذا الديربي. وإذا قدمت هذا الأداء لثمان جولات متتالية ستتوج بطلا لدوري الدرجة الأولى، وستتوجون يا عرباويون بهذا اللقب بجدارة واستحقاق، لأنكم لعبتوا كرة قدم جميلة في جميع الجولات. حكم المباراة يناظر إلى حارس مرمى فريق نادي العروبة ويلتقط بعض أنفاسه ويشرب بعضا من الماء، بالعافية عليكم يا شباب، مشروب العافية. نعم هناك أنفاسا لفريق نادي العروبة ويلتقطون بعض من الأنفاس لفريق نادي الفجيرة أيضا، وتوجيهات من المدربين ومن الإداريين للفريقين الذين يقدمون مباراة جميلة ومباراة رائعة. والآن شاهدنا استيقاظ لحارس فريق نادي العروبة الذي كان مصابا ويستكمل بعضا من علاجه اللازم الذي يجرى من الطاقم الطبي. الطاقم الطبي يعطيكم ألف عافية، أيضا أنتم تكونون في الموعد في أي لحظة في أي إصابة، حتى لو كانت إصابة بسيطة أو لا سمح الله إصابة خطيرة، أنتم موجودون في كل لحظة وفي كل زمان وفي كل مكان لسلامة بعض من اللاعبين، سلامة بعض من اللاعبين بيد الله سبحانه وتعالى وبيدكم أنتم يا طاقمين العلاج الذين تقدمون دوري رائع من جهة أخرى وليس في الملعب، إنما خارج الملعب أو في داخل الملعب في بعض الأحيان عندما تعالجون بعضا من اللاعبين المصابين وعادوا مشافا معافا. تعود مرة أخرى تستخلص الكرة مرة أخرى إلى رمي التماس مرة أخرى لفريق نادي العروبة، يبحثون عن التقدم وأيضا فريق نادي الفجيرة يبحثون عن التقدم، لكن تكتيكات المدربين واضحة من البداية، تكتيك مغلق من جميع الجبهات سواء لفريق نادي الفجيرة أو لفريق نادي العروبة،
الذي يلعب بخط 3-4-3 بثلاث مدافعين وأربع لاعبين في خط الوسط وبثلاث لاعبين في خط الهجوم. وفريق نادي الفجيرة لعب بخط 4-4-2، الخطة الذي تعود عليها تماما طوال هذه المباريات. تعود الكرة مرة أخرى لفريق نادي العروبة، مهند خميس، تسديدة، محاولة مرة أخرى، تسديدة، الله، الكرة بأيدي أمينة، الكرة بأيدي حارس المرمى صالح ربيع يتصدى إليها. صحيح أنها كانت سهلة لكن الحارس يناظر إليها في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان وفي دوري الدرجة الأولى بشكل عام. وترسل الكرة مرة أخرى عالية، هناك استلام لكن هناك رأسية، الكرة تعود من الجهة اليمنى، يتقدم إليها الظهير الذي يتقدم إليه الأمام لفريق نادي العروبة الذي يحاول يتقدمون للأمام لكن لا يلقون المساحة، لا يلقون الحلول. تعود رأسية، يا سلام، بثقة كبيرة لفريق نادي الفجيرة لكن تستخلص الكرة مرة أخرى لفريق نادي العروبة، دوران لكن هناك خطأ يشير إليه حكم مباراة على لاعب فريق نادي الفجيرة علي ساموا. خطأ مباشر لمصلحة فريق نادي العروبة في آخر دقائق المباراة وفي آخر دقائق هذا الشوط الأول الرائع والجميل الذين قدموا فيه اللاعبين أداء رائعا وأداء جميلا يليق بسمعة الديربي، يليق باسم الديربي، ديربي الإمارة الباسمة الذي سيتسم لمن سنشاهد في نهاية المباراة، سيتسم لمن الديربي أم أنهم سيبقون حبايب في هذه المباراة الجميلة والرائعة. الآن خطأ لمصلحة فريق نادي العروبة، يرسلها اللاعب فرناندس اللاعب الإيطالي، يرسلها عالية، هل بالمتابعة، رأسية، الله الله، يا سلام على الإنقاذ، الإنقاذ الثاني في المباراة، يا سلام عليك يا صالح ربيع وعلى إنقاذ رائع وعلى ما تقدمه من أداء رائع. أنت بطل الشوط الأول، أنت من نجوم الشوط الأول بجدارة واستحقاق، أنا أعطيك لقبا يليق بك بالشوط الأول الذي قدمته والأداء الرائع الذي قدمته في هذه المباراة الجميلة في هذا الشوط الأول الرائع والجميل. الآن ضربة ركنية لفريق نادي العروبة، يرسلها عالية، رأسية، الله، عيني عليك باردة يا صالح، يا سلام عليك يا صالح وعلى إنقاذ، هذا والله إنقاذ الموسم، هذه كرة هدف، هذه كرة هدف أول للعرباويين، أنت من تنقذهم، أنت من تستكمل هذه المباراة. تعود مرة أخرى لفريق نادي الفجيرة من الجناح الذي يتقدم الأمام يقدم الاثنين لكن مهند يبعدها وتصطدم مرة أخرى باللاعب رقم 70 بباربوسا. يا الله يا الله، على مباراة رائعة، على مباراة جميلة يقدمها العروبة ويقدمها بالأخص الحارس صالح ربيع الذي قدم أداء رائعا وأداء جميلا. يا الله يا الله، على مباراة جميلة ولا زالوا يشجعون جماهير العروبة إلى النهاية. We are with you till the end، هذه المقولة ليست مكتوبة من أجل من الجماهير لكن يقولها المعلق فريق نادي العروبة. نعم الجماهير متواجدة معه إلى الأبد، الجماهير متواجدة معه إلى نهاية هذا الدوري الجميل والدوري الرائع والمباريات الجميلة الذي قدمها الفريقان الذين يمتعان عشاق دوري الدرجة الأولى ويريدون أن يمتعوا جماهيرهم. هم يصعدون إلى دوري أدنك المحترفين وسنشاهد إلى النهاية من الذي سيصعد، هل دبل الفجيرة أم دبل الحصان أم الفجيرة. مرة أخرى تعود الكرة، يرسلها عالية سلطان سبيل، الكرة مستخلصة إلى رمية التماس مرة أخرى لفريق نادي العروبة. الجماهير تهتف باسم العروبة وتهتف بأغانيها الجميلة والرائعة وبأهازيجها وبتشجيعها الجميل طوال فترة هذا الشوط الأول وطوال فترة المباراة. سنشاهد جماهير العروبة وسنشاهد أيضا جماهير الفجيرة
الذي ستشجع إلى النهاية إلى النهاية. يا سلام، استخلاص، تعود الكرة مرة أخرى إلى فريق نادي الفجيرة، كادت أن تكون خطيرة لكن يبعدها إلى خارج أرضية الملعب وتصطدم مرة أخرى باللاعب رقم 8 اللاعب فرناندس اللاعب الإيطالي الذي قدم أدوار البطولة، أدوار مهمة في خط الوسط. هو لاعب وسط لكن يقدم أداء جوكريا رائعا، أداء مماثلا لفريق نادي العروبة. الآن الكرة تعود إلى ضربة مرمى لمصلحة فريق نادي الفجيرة، يرسلها نجم المباراة ونجم الشوط الأول صالح ربيع إلى الأمام، تعود لفريق نادي الفجيرة الذي يحاول أن يسجل هدفا أول. يا سلام على مرور ناجح، على مرور رائع، يا الله يا الله يا سلام، لا يوجد هناك متابعة، لا يوجد هناك أي لاعب في هذه المباراة. يا عيني على تمويه، يا عيني على مراوغة ناجحة للاعب رقم 11 لمصلحة فريق نادي العروبة الذي يموه، الذي يلعب دورا رائعا. هو لاعب جناح لكن يلعب بأدوار هجومية رائعة وجميلة. إيريك دانييل اللاعب رقم 11 اللاعب البرازيلي، اللاعب الذي تأسس من بلاد السامبا، بلاد النجوم، بلاد الأساطير، الذي أظهر جميع أساطيره، أظهروا جميع أساطيرهم مثل رونالدو البرازيلي، مثل زيكو ومثل رونالدينيو. والآن في الفترة الحالية تواجد نيمار، لكن نيمار وين؟ نيمار طول الوقت مصاب، نيمار الآن في فريق نادي الهلال وسيعود إن شاء الله مشافى معافى إلى دوري روشن السعودي مرة أخرى. تعود الكرة مرة أخرى إلى محمد سالم ناصر الذي يرسلها عالية وتعود مرة أخرى إلى رمية التماس لمصلحة فريق نادي العروبة. رمي التماس لمصلحة فريق نادي العروبة، تعود الكرة مرة أخرى للعرباويين الذين يبحثون عن تقدم الهدف الأول. نعم هم بادروا وساهموا وأضاعوا فرصا محققة في الشوط الأول، لكن هناك تمريرة خاطئة من فريق نادي العروبة وتعود مرة أخرى الكرة للحارس صالح ربيع الذي قدم شوطا أولا رائعا وجميلا. الكرة هل هناك خطأ؟ لا، الحكم لا يشير إلى شيء، الحكم يقدم مستوى جميل ومستوى رائع يليق بحكم المباراة وبحكم الساحة وبالحكم الرابع وبالحكم الثالث الذين قدموا شوطا أول رائعا وجميلا. يا سلام، الله على الفجراويين، محاولة، هل من هدف أول؟ يا سلام، لا يوجد هناك شيء. حكم المباراة تعود مرة أخرى لفريق نادي الفجيرة الذي يحاول من جديد تسديده. الله، يا عيني على تسديدة رائعة وتسديدة جميلة. يا سلام عليك يا لازاما، اللاعب البوليفي باغتهم لكن الكرة اصطدمت في أحد من المدافعين وانتقلت إلى ضربة ركنية لمصلحة فريق نادي الفجيرة. كم من الوقت احتسبه حكم المباراة في هذا الشوط الأول الرائع والجميل؟ الآن تعود الكرة مرة أخرى ضربة ركنية لفريق نادي الفجيرة الذي يبحث عن هدفا أولا في آخر دقائق هذه المباراة، في آخر دقائق هذا الشوط الأول الرائع والجميل الذي يقدمه الفريقان، سواء فريق العروبة القادم من مدينة مربح الجميلة والرائعة، وسواء في من فريق الإمارة الذي لم تبتسم إليه الإمارة إلى الآن. من الممكن أن تبتسم إليه الإمارة في أشواطها الأولى وفي أشواطها الأخيرة. المباراة الجميلة والرائعة، احتسب حكم المباراة دقيقتين وهناك لاعبا مصابا على أرضية الملعب. سلامات سلامات يا محمد سالم ناصر، مشافى معافى وتقوم إن شاء الله، مشافى معافى. يتدخل الآن الطاقم الطبي والطاقم العلاجي، يتدخلون 4 أشخاص من الطاقم الطبي والعلاجي، إن شاء الله تكون إصابة بسيطة ولا بأس عليك يا محمد، وإن شاء الله تقوم بالسلامة. أنت تقدم شوطا أولا رائعا وجميلا، أنت من تقود خط الدفاع، أنت من تلعب من أجل شعار نادي الفجيرة، أنت من تلعب لشعار نادي الفجيرة للذئاب الذين يريدون أن يفترسوا في أرضية الملعب في استاد نادي الفجيرة. الآن يلقي بعضا من العلاج اللازم، بعضا من الأطباء يتدخلوا لكي يعالجوا اللاعب محمد سالم ناصر اللاعب رقم 25، إن شاء الله يقوم مشافى معافى وإن شاء الله يستكمل بعضا من اللحظات الأخيرة من الشوط الأول
المقدم من الفريقين الذي قدمه الفريقين بأداء رائع وبأداء جميل يليق بقيمة ديربي الفجيرة، يليق بالمنطقة الشرقية عفوا، ويستكمل بعضا من علاجه وإن شاء الله يقوم وشافه معافى وإن شاء الله تكون إصابة بسيطة. هل هلا يا شباب في ربعكم وشوي شوي لا تتدخلون تدخلات قوية، وإن شاء الله يستكمل بعضا من هذه المباراة وبعضا من الشوط الأول الرائع والجميل. نحن في الدقيقة 47، تجاوزنا الدقيقتان من الوقت بدل ضايع الذي احتسبهم الحكم الرابع من هذه المباراة، ونحن ندخل في الدقيقة 3 المحتسبة لوقت بدل الضايع لهذه المباراة الجميلة والرائعة. نعم الإصابة في الرأس، لكن سلامة رأسك يا محمد، وإن شاء الله تستكمل المباراة وإن شاء الله تفرح ربعك وإن شاء الله تفرح جماهيرك وتلعب بالمستوى المطلوب وتستكمل إن شاء الله الشوط الثاني بأداء رائع، وإن شاء الله ترجع أقوى وإن شاء الله تلعب الشوط الثاني بأداء رائع وبأداء بطولي مثل الأداء اللي قدمته في الشوط الأول. تعود مرة أخرى لفريق نادي العروبة عندما أخطأ فريق نادي الفجيرة، تعود الجناح في آخر الدقائق. هل هناك هدف؟ هل هناك ومضى؟ هل هناك هدفا ينهي به أحلام الشوط الأول؟ هل الحكم سيحسم صافرته؟ هل يطلق صافرته في نهاية الشوط الأول الرائع والجميل؟ أم ماذا؟ أم هناك استكمال الكرة مرة أخرى؟ سنشاهد الآن بعضا من اللحظات الأخيرة بأشواطها الأولى بأشواطها الجميلة والرائعة، الشوط الذي قدم فيه الفريقان أداء رائعا وجميلا يليق باسم هذا الديربي باسم هذه الإمارة الجميلة والرائعة. والآن خطأ لمصلحة فريق نادي العروبة، ينفذها اللاعب رقم 2 يرسلها عالية لكن رأسية تفتك الكرة مرة أخرى، لكن الحكم أطلق صافرته وأنهى بها الشوط الأول الرائع والجميل. شكرا لكم على حسن استماعكم وعلى الجماهير المتواجدة والتي آزرت وشجعت طوال هذا الشوط الأول الرائع والجميل، وسنعود إليكم في سدد الشوط الثاني لهذا الديربي للإمارة الباسمة، وشكرا لكم. لمصلحة فريق نادي العروبة، تعود مرة أخرى إلى الدفاع للاعب رقم 2 لمصلحة فريق نادي العروبة، الفريق الذي يجيد الحلول لكن لا يجيد الأهداف، يجيد حلول المباراة لكن لا يوجد هناك حلول للأهداف. تعود مرة أخرى، الجناح يتقدم، عرضية مرة أخرى، محاولة إبعاد، يا السلام على الإبعاد وعلى كنترولك، يا الله على كنترولك، يا السلام عليك. اللاعب رقم 4 لا زال يحضن ويدور على الكرة لكن هناك استخلاص الكرة. اللاعب رقم 3 لمصلحة فريق نادي الفجيرة هو من يبعدها، خالد سالم هو من يبعد الكرة. والآن تعود مرة أخرى رمية تماس لمصلحة فريق نادي العروبة من الجهة اليمنى، الله على الإبعاد، تعود مرة أخرى للعرباويين لكن الفجيرة، الفجيرة الإمارة المبتسمة يريد أن يبتسم بالهدف الأول، يا السلام، الله، باربوسا، باربوسا يبحث عن زميل، تعود للفجراويين، محاولة من الظهير عبد الله حسن لكن الكرة تتخلص، تعود للعروبة، المباراة تسخن من جديد، المباراة بحماسها، المباراة بلعبها الجميل، لكن هناك راية وتسلل، هناك انطلاقة رائعة من الجهة اليمنى وهناك انطلاقة رائعة من الجهة اليسرى، لكن الحكم يشير إلى خطأ لمصلحة فريق نادي الفجيرة الذي هدد بفرصة خطيرة، لكن الحكم أشار إلى راية وتسلل ومصيدة للتسلل وهناك أوفسايد واضح وصريح.
يا سلام على مرور رائع، يتقدمون للأمام، فريق نادي العروبة يبحثون عن هدف، لكن هناك استخلاص الكرة للاعب فريق نادي الفجيرة أحمد الزحمي. أحمد يتقدم، يا سلام على مهند يقطع الكرة، تعود مرة أخرى، الجناح يتقدم للأمام، لكن المدافع سلطان سبيل هو من يبعدها عالية، تعود يالله على كنترولك، يا عيني يا عيني يا عيني، يا سلام، الله 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 عليك وعلى كنترولك الرائع والجميل، يا عيني يا عيني يا عيني، يا سلام، هو يداري لكن مواصفات لاعب كرة قدم، يا عيني عليك، ذكرتنا بأيام السحر الجميل، بأيام الخوالي، تعود لفريق العروبة العرباويين، عرضية ناجحة، لكن الكرة تعود إلى ضربة مرمى مرة أخرى إلى فريق نادي الفجيرة. لقطة رائعة، استلام رائع من إدارة الفريق، استلام غاية في الروعة، استلام غاية في الجمال، يا الله على مباراة، مباراة تلقاها من اللاعبين، تلقاها من الجمهور، تلقاها من الإداريين، تلقاها من المدربين، مباراة سحرية، مباراة تليق بمستوى الفريقين، تليق بهذا الديربي الجميل والرائع، تليق بالإمارة الباسمة، تليق بهذا الشكل الممتاز الذي يشاهده عشاق الكرة المستديرة وعشاق كرة القدم الإماراتية، سواء في دوري أدنك أو في دوري الدرجة الأولى، وكرة تعود إلى رمية التماس مرة أخرى لمصلحة فريق نادي العروبة. لاحظ الجماهير العرباوية تشجع الفريق إلى النهاية، لا تريد أن تستسلم، تريد أن تنقذ الفريق من التعادل، تريد أن تبتسم بالفرحة، تريد أن تبتسم بالفرحة وبالثلاث نقاط، والآن كلهم حبايب والنتيجة حبايب بين الاثنين، والكرة تعود مرة أخرى رمية التماس لمصلحة فريق نادي الفجيرة. إداري فريق العروبة هو من استلم الكرة بصدرة واستلام روعة وفي غاية في الروعة، والآن نشاهد في الصورة مدرب فريق نادي الفجيرة المدرب ماركوف صاحب البصمة الجيدة، أصل الفريق إلى المركز الخامس عندما كان الفريق تاسعا وعاشرا، لكن الفجيرة يستعيد بريقه مرة أخرى، يريد أن ينافس ويتقدم ثلاث مراكز للأمام، لا يريد أن يتخلى عن المقدمة حتى لو ضاعت منه الصدارة، يريد المركز الثاني على الأقل، أو إن لم يسمح له المركز الثاني على الأقل الثالث أو الرابع، يحسن به مركزه إلى الثواني الأخيرة، إلى لحظات الجولة الأخيرة. تعود مرة أخرى، الجناح يتقدم الأمام، الفجيرة الأحمر الذئاب، يا الله على الولفز، مرة أخرى استلام، هل هناك استلام؟ نعم، يحاول إليها، لكن الكرة تستخلص وتعود إلى رمي التماس لمصلحة فريق نادي العروبة. حضور جماهيري رائع، حضور جماهير جميل، جماهير الفجيرة أيضا تحضر في كل جولة، تساند الفريق في كل جولة، صحيح أن الفريق ليس بالمستوى المطلوب في بعض من المباريات، لكن فريق نادي الفجيرة جماهيره يتواجدون ليس فقط من أجل النتائج، إنما يتواجدون بروح كبيرة، يتواجدون من أجل الشعار، يتواجدون من أجل هذا الكيان، من أجل نادي الفجيرة الذي أسعدهم في جميع أوقاتهم اللازمة. والآن ضربة رأسية مرة أخرى لفريق نادي العروبة الذي يحاول أن يسجل هدفا أول، لكن هناك إبعاد الكرة، تمريرة عالية، هل هناك رأسية؟ نعم رأسية، تعود إلى لاعب خط الوسط، هل هناك خطأ أم هناك راية وتسلل؟ تعود الكرة مرة أخرى لفريق نادي العروبة من خط الدفاع الذي يتقدم للأمام، الآن تعود الكرة للاعب رقم 70 لمصلحة فريق نادي العروبة، محاولات عرباوية، والآن الجناح يتقدم للأمام، مرور، تمويه، هل هناك محاولة؟ هل هناك تمريرة؟ يا سلام، من خط الظهير، الظهير يتقدم للأمام، الظهير يبحث عن زميل، يبحث عن زميل، عرضية رائعة، الله عليك يا محمد سالم وعلى إبداعاتك، هل هناك تسديد؟ الله،
تسديدة رائعة، تسديدة جميلة، قمة في الجمال، قمة في الروعة. يا عيني على تسديدك وعلى محاولتك يا مهند، يا سلام على محاولتك من الفرصة، من فرصة وحدة لازم تسجل فيها، لكن الفرصة ضاعت عليك يا سيدي، ضاعت عليك يا عزيزي. تعود مرة أخرى لفريق نادي الفجيرة الذي يحاول من جميع الجبهات، تعود مرة أخرى الحكم يحتسب خطأ لمصلحة فريق نادي الفجيرة الذي يسعى أن يسجل الهدف الأول من هذه المباراة، من هذا الديربي، من هذه البوابة. لا يريد أن يخرج من دوامة الخسارة أو يخرج من دوامة التعادل، يريد أن يتقدم، يريد المزيد من النجاح، يريد المزيد من التقدم، يريد المزيد من الإبهار، يريد أن يفرح بعضا من جماهيره. الآن خطأ لمصلحة فريق نادي الفجيرة، الآن سنشاهد الخطأ لمصلحة فريق نادي الفجيرة. نشكر سمو الشيخ مكتوم بن حمد محمد الشرقي على دعمه لهذه القلعة الحمراء، نشكر أيضا حاكم الفجيرة الشيخ حمد بن حمد الشرقي، ونشكر أيضا ولي عهده الشيخ محمد بن حمد الشرقي، والله يحفظهم ويطول بعمارهم. والآن تعود الكرة مرة أخرى، ضربة مرمى لمصلحة فريق نادي الفجيرة، صالح ربيع يرسلها عالية، هناك استلام لكن هناك رأسية من مهند، تعود مرة أخرى للعرباويين، العرباويين يريدون الهدف، الله الله، لكن هناك راية والتسلل، كثير من مصيدات للتسلل، كثير من الرايات التي ترفع من حكم التسلل، لكن لا يريدون أن يرفعوا رايتهم سواء فريق الفجيرة أو فريق نادي العروبة. الآن الكرة إلى من خط الدفاع للاعب رقم 26 لفريق نادي الفجيرة، سنشاهد هل سينفذها عالية أم هي قصيرة. اللاعب رقم 26 لفريق نادي الفجيرة المدافع سلطان سبيل يرسلها عالية، هناك كنترول، هناك استلام، لكن يبعدها لاعب نادي العروبة رأسية، تعود مرة أخرى، الجناح يتقدم، فريق نادي الفجيرة يسعى أن يسجل الهدف الأول، تعود 1-2 محاولة ناجحة، لكن فريق نادي العروبة يستعيد الكرة مرة أخرى، يحضن على الكرة. يا عيني يا سلام على تقدمك وعلى تحضينك وعلى محاولتك، لكن الحكم يحتسب ويشير إلى خطأ. نعم هناك مناوشات مع بعض من اللاعبين، من لاعب نادي العروبة ومن لاعبين نادي الفجيرة، هدوا يا شباب، هدوا يا شباب، كرة القدم من أجل المتعة، من أجل الفرحة، من أجل الأخلاق، من أجل الروح الرياضية، يجب أن تكون هناك الأخلاق موجودة في أرضية الملعب، يجب أن تكون هناك روح رياضية كبيرة تعودنا عليها من عيال زايد. والآن نعم الطاقم الطبي يتدخل ليلقي بعضا من العلاج اللازم لفريق نادي العروبة، الطاقم الطبي لفريق نادي العروبة يتدخل ليعالج لاعب نادي العروبة العائق على أرضية الملعب. اللاعب المصاب هو اللاعب رقم 70 لمصلحة فريق نادي العروبة، هو اللاعب خالد بن يحيى، تقوم إن شاء الله مشافة معافى. نحن في الدقيقة 58، نحن على سدد الدقيقة 60، والآن يخرج اللاعب خالد بن يحيى يلقي بعضا من العلاج اللازم، وسيعود إن شاء الله إلى أرضية الملعب مشافة معافى. تعود الكرة لمصلحة فريق نادي العروبة، لكن تستخلص الكرة، تعود لفريق نادي الفجيرة، الكرة الآن إلى رمية التماس لمصلحة الفجراويين، لمصلحة الأحمر، لكن حكم المباراة قال أنها رمية التماس لفريق نادي العروبة، توقعناها رمية التماس لفريق نادي الفجيرة، وسنشاهد الآن رمية التماس من لاعب فريق نادي العروبة الذي ينفذها عالية، تعود استلام من اللاعب السنغالي الحساني تامبورا،
مرة أخرى تستخلص الكرة لفريق نادي الفجيرة، تعود إلى اللاعب رقم ثلاثة، تستخلص تعود لفريق نادي الفجيرة. الله على تمريرات رائعة، تمريرات وتقدم للأمام، محاولة لكن هناك استخلاص للكرة من فريق نادي العروبة. سالم سليمان هو من يقطعها، هو من يشتتها إلى رمية تماس، يشتتها كي لا تشتت، يشتتها كي لا تشتت إلى الشباك، كي لا يخطأ، كي لا يسجل خطأ في مرماه. الله على تشتيت رائع وعلى تشتيت جميل. والآن رمية تماس لمصلحة فريق نادي الفجيرة، سيرسلها على شكل ضربة ركنية اللاعب محمد سالم ناصر الذي عودنا أن ينفذ الكرات بطريقة رائعة، بطريقة وبشكل جيد. والآن اللاعب رقم 70 لفريق نادي العروبة خالد بن يحيى يخرج، مشافة معافى يا خالد، وترجع إن شاء الله أقوى لزملائك سواء في هذه المباراة أو في المباريات السابقة. سيارة الإسعاف هي من دخلت إلى أرضية الملعب لتتدخل وتخرج اللاعب إلى خارج أرضية الملعب. والآن رمية تماس، محمد سالم يناظر، الآن رمية تماس يرسلها عالية، تعود تمريرة عالية، هل من رأسية؟ لكن قطع الكرة لفريق نادي العروبة، محاولة محمد يحاول، تعود لفريق نادي الفجيرة مرة أخرى، افتكاك وإبعاد للكرة وتعود الكرة مرة أخرى، خطأ لمصلحة فريق نادي العروبة، تدخل إثره اللاعب فريق نادي الفجيرة وخطأ لمصلحة فريق نادي العروبة. كرة عالية، الآن الجناح يتقدم الأمام، هل هناك هدف أم ماذا؟ لا 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 لا، الحكم لا يحتسب شيء، لا يوجد هناك شيء. والآن الكرة إلى ضربة ركنية لمصلحة فريق نادي العروبة، كاد أن يقتنصها لاعب فريق نادي العروبة، اللاعب رقم 77 كاد أن يمر بين الاثنين لكن حده المدافع وأخرجها إلى خارج أرضية الملعب. سامون دي باروس اللاعب البرازيلي الذي يلعب في مركز وسط الهجوم ويتقدم في مركز الجناح في بعض من الأحيان. والآن ضربة ركنية لمصلحة فريق نادي العروبة الذي يسعى أن يسجل الهدف الأول ويسعى ليصل للنقطة رقم 64. الآن سنشاهد ضربة ركنية، سنتابع ضربة ركنية يرسلها عالية عرضية، الله عليك يا صالح ربيع، أحد من نجوم المباراة فرناندو دز الكرة إلى خارج أرضية الملعب. والآن تبديلان لمصلحة فريق نادي العروبة، اللاعب رقم 7 يدخل إلى أرضية الملعب، وأيضا اللاعب رقم 36 يدخل إلى أرضية الملعب. يدخل اللاعب راشد سالم ويدخل أيضا اللاعب داميلاري أديغون، ويخرج اللاعب رقم 70 أو 71 لفريق نادي العروبة. نعم يجري بعضا من تبديلاته المدرب الفني برونو بيريرا، يجري بعضا من تبديلاته، يريد البدلاء هم من يسعون إلى تسجيل الأهداف، يريد البدلاء أن يتقدموا إلى الأمام، يريد البدلاء أن يسعوا إلى النجاح وإلى تعزيز النتيجة، يريد أن يسجل هدفا أولا يقضي بها على أحلام الفجراويين. لكن الفجراويين الآن يجرون تبديلا، يخرج اللاعب رقم 22 ويدخل أيضا لاعبا آخرا، يدخل اللاعب مروان البلوشي ويخرج اللاعب رقم 22 اللاعب محمد عيسى. الآن رمي التماس يرسلها عالية رأسية، محمد سالم هو من أفضل اللاعبين في هذه المباراة مع حارس المرمى الذي قدم أيضا أداء رائعا، الحارس صالح ربيع ومحمد سالم ناصر أحد من نجوم الفجيرة الذين قدموا مستوى رائعا ومستوى جميلا. تعود عالية، الجناح يتقدم الأمام، هناك خطأ ماذا يا حكم؟ الحكم لا يشير إلى شيء. والآن الكرة مرة أخرى لفريق الفجيرة، كادوا أن يتقدموا إلى الأمام، كادوا أن يتقدموا من الجناح، لكن الكرة عادت واستعادت لفريقها، عادت واستعادت للذئاب للولفز الذين يريدون أن يفترسون
علينا كل شيء. الآن محمد سالم ناصر يرسلها عالية، لا يوجد هناك رأسية، هناك استلام، تعود مرة أخرى الكرة لفريق نادي العروبة الذي يسعى أن يسجل الأهداف، يريد أن يسجل ويسعد بعض من الجماهير الحاضرة على أرضية الملعب، وأيضا الجماهير الفجراوية تؤازر وتشجع وتسعى فريقها أن يعود إلى سكة الانتصارات، وتسعى أن تعود فريقها من بوابة العروبة، من بوابة المتصدر. عندما تعود في المباراة أو تعود في النتيجة من بوابة المتصدر، أنت ستبقى متصدرا في قلوب الجماهير، وأنت ستصبح متصدرا في قلوب المشجعين. يا سلام على الدوران، يا عيني على فريق نادي العروبة، لكن تستخلص الكرة، تعود عالية، لا يوجد هناك خطأ، الآن تمريرات عرباوية، الآن استمتع مرة أخرى، تعود لفريق نادي العروبة الذين يتقدمون الأمام، تعود الجناح يتقدم، العرباويين يريدون أن يسجلون، لكن الحارس صالح ربيع، يا سلام على قراءتك يا صالح، يا الله عليك وعلى تصديك وعلى لعبك وعلى فنك في حراسة المرمى وعلى براعتك في بعض الكرات الذي تتصدى لها مرة ومرتان وثلاثة وأربعة وخمسة مرات في هذه المباراة الجميلة وهذا الديربي الممتع الذي أمتع جميع من شاهده، سواء في البيوت، سواء في المقاهي، سواء في المطاعم أو في أرضية الملعب، سواء من إداريين أو من مجلس إدارة أو من جماهير أو من جميع القائمين على هذه المباراة أو من الإعلاميين الحاضرين أو من الاهتمام الإعلامي الكبير المتواجدون في أرضية الميدان. تعود مرة أخرى لفريق نادي العروبة، يحاول الكابيتانو لمصلحة فريق نادي العروبة، الكابيتانو يتقدم مرة أخرى، تعود الكرة إلى خط الدفاع إلى اللاعب جابرييل، يعود مرة أخرى للاعب رقم 90 الحساني تامبارو، مرة أخرى الكرة إلى خط الدفاع، خط الدفاع يرسل الأمام، لكن يا سلام عليك محمد سالم، تقدم مستوى رائع وجميل، مهند مرة أخرى، هل يسدد مهند؟ لكن محمد سالم يا الله على أداء رائع، أنت من نجوم المباراة، يتقدم الأمام محمد، محمد يحاول، محمد يا سلام مرة أخرى إلى الجناح الذي يتقدم الأمام، مرور تسديد، يا الله محاولة جميلة، محاولة رائعة من الدهماني، الدهماني الذي يسدد، البديل الذي يريد أن يسجل هدفا يعيد بها الفجيرة، اللاعب سيدي حامد، سيدي حامد نعم هو من سدد، هو من بادر، لكن الكرة مرة أخرى لا زالت لفريق نادي العروبة، والآن سيلقون بعضا من العلاج اللازم للاعب فريق نادي الفجيرة. سلامات سلامات، ما تشوف شر محمد سالم، قدمت مستوى كبير وقدمت مستوى رائع، خروجك راح يأثر في أرضية الملعب، لا تخرج يا محمد، أنت قدمت مباراة رائعة، مباراة جميلة، لكن محمد لن يستطيع. محمد سلامة راسك يا محمد، قدمت أداء جميل ورائع، يستاهل التحية محمد، يستاهل التحية والتقدير على الأداء الجميل والرائع الذي قدمه، والآن المسعفين يخرجون محمد إلى خارج أرضية الملعب لكي يشاهدوا ما هذه الإصابة الذي لن يتحمله محمد في أرضية الملعب. نعم يخرج محمد، هل من بديل سيدخل إلى أرضية الملعب أم محمد سيستكمل؟ إن شاء الله سيستكمل، بإذن الله سيستكمل، نعم نتمنى أن يعود هذا المدافع الرائع والمتألق في دوري الدرجة الأولى، نتمنى أن يعود عودا حميدا. تعود لمصلحة فريق نادي العروبة، يتقدمون الأمام، الجناح يتقدم، الله كادوا أن يسجلوا، تابعها تامبارو، لكن الكرة إلى ضربة ركنية، تامبارو تابعها لكن الكرة إلى ضربة ركنية، ضربة ركنية لمصلحة فريق نادي العروبة الذي يسعى أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 69، يريد أن يسجل الهدف الأول، لا يريد أن يتأخروا، لا يريد التعادل، يريد أن يستعيدوا بريقا مرة أخرى، يريد أن يسعدوا مربح بأكملها، عرضية عالية رأسية، الله عليك يا صالح ربيع، يا سلام يا صالح، يا عيني على التصدي، تصديت لكورة وكورتين وثلاثة، تصديت للمباراة بأكملها، قدمت مباراة رائعة ومباراة جميلة، أنت تستحق النجومية يا صالح ربيع، أنت من رجال المباراة إلى الآن، أنت ومحمد سالم من نجوم المباراة لفريق نادي الفجيرة، وأيضا فريق نادي العروبة
لديه نجم اسمه ديباروس الذي قدم ايضا اداء رائعا واداء جميلا. تعود مرة اخرى لفريق نادي فجيرة الذي يحاول يسعى ان يسجل، يسعى ان يسعد جماهيره الحاضرة والمؤازرة من بداية المباراة الى نهايتها. ألا تعود الكرة عالية، يا سلام على افتكاك، على روح قتالية من فريق نادي الفجيرة الذي يلعب بروح قتالية سواء بالدفاع أو في خط الوسط أو في الهجوم. العروبة الآن، العروبة الآن، العروبة من الجناح، الجناح يتقدم الأمام، لكن يا سلام على إبعاد ناجح وعلى إنقاذ جميل وإنقاذ رائع من المدافع عبد الله حسن الذي يبعدها، أم عفوا من خالد سالم الذي تحول إلى مدافع، من لاعب وسط إلى مدافع، من لاعب وسط إلى جوكر، إلى روحا، إلى قتالا، إلى عزيمة وإصرار. والآن رمي التماس لمصلحة فريق نادي العروبة، الآن ينفذها عالية عالية، استلام رأسية، محاولة، لكن إبعاد من الكرة من اللاعب سلطان سبيل. سلطان ينفذها عالية، لكن هناك يوجد لاعبا مصابا من فريق نادي الفجيرة، محمد سالم نعم يذهب إلى اللاعب المصاب لفريق نادي الفجيرة، ويطلب أيضا الطاقم العلاجي، يتدخل الطاقم العلاجي كي يلقي العلاج اللازم للاعب فريق نادي الفجيرة الساقط والذي سينهض إن شاء الله بسلامة. سلامات يا عبد الله حسن، وإن شاء الله تقوم معافى ومشافى إن شاء الله، وتكمل ما تبقى من هذه المباراة الذي باتت أن تحسم في دقائقها الأخيرة. تبقت 19 دقيقة وستحسم هذه المباراة، وسنشاهد كم من الوقت بدل الضايع سيحتسب من حكم المباراة لهذا الديربي، لهذه المباراة الجميلة والرائعة. سنذكر بعضا من المعلومات. في المباراة السابقة لعب صاحب الأرض مباراته أمام الحمرية وفاز بنتيجة 3-0 مقابل هدف، وكانت المباراة على أرض فريق الحمرية في إمارة الشارقة. وأيضا فريق العروبة الذي حل مضيفا على ضيفه نادي دبي يونايتد القادم من إمارة دبي، واستطاع أن يفوز عليه بنتيجة 3-0 مقابل هدفين، وكان فوزا صعبا لفريق نادي العروبة. نادي العروبة أيضا يمتلك ثاني أقوى خط هجوم في دوري الدرجة الأولى، ومن الصدف فريق نادي دبي يونايتد يمتلك أقوى خط هجوم في بطولة دوري الدرجة الأولى. سجل نادي العروبة 44 هدف، والفريق الذي يمتلك أقوى خط هجوم لديه 45 نقطة، ويحتل المركز السادس في جدول الترتيب وهو فريق دبي يونايتد. الكرة العالية تعود إلى حارس المرمى صالح ربيع الذي قدم مستوى رائعا وجميلا. وسنذكر أيضا معلومة أخرى، نادي الفجيرة يمتلك خامس أقوى خط هجوم في البطولة ب 37 هدف، حيث سبقتهم أربعة أندية في سباق خط الهجوم بالأهداف الكثيرة الحاضرة في مسابقة دوري الدرجة الأولى. ومن الناحية الدفاعية استقبل نادي العروبة 20 هدف، حيث يكون موجود في المركز الثالث من الناحية الدفاعية من الفرق الموجودة في دوري الدرجة الأولى. وبعض من الفرق مثل دبل الفجيرة الذي يمتلك أقوى خط دفاع، حيث استقبل 11 هدفا، صدق أو لا تصدق، فريق دبل الفجيرة الذي يحتل المركز الثالث استقبل فقط 11 هدف. والآن نشاهد بعض من التبديلات لفريق نادي الفجيرة، يخرج اللاعب رقم 70 لفريق نادي الفجيرة باربوس المهاجم البرتغالي، ويدخل اللاعب رقم 9 بلايس لويك. بلايس لويك هو من يدخل، ويخرج ايضا اللاعب رقم 2 عبد الله حسن، ويدخل اللاعب رقم 27 لفريق نادي الفجيرة ابراهيم الكدي.
تعود الكرة مرة أخرى لفريق نادي الفجيرة، ينفذها عالية، استلام من البديل، تعود مرة أخرى مهند، مهند يحاول، يا سلام عليك مهند بين اثنين، مرة أخرى لفريق نادي العروبة الذي يسعى أن يسجل الهدف الأول في آخر دقائق المباراة، في آخر ربع ساعة من هذه المباراة الجميلة والرائعة. تعود للاعب رقم 7 لفريق نادي العروبة الذي يحاول، الذي يبادر مرة أخرى، الظهير يتقدم الأمام، محاولة تمويه 1-2، يا سلام على العرباويين الذين يسعيان أن يتقدموا، لكن محمد سالم ناصر يا عيني على العروبة، العروبة العروبة، يا الله، هدف للذكرى، هدف للتاريخ، هذا الهدف راح يقربك للدوري، دوري الدرجة الأولى لمصلحة فريق نادي العروبة إلى الآن. يا السلام على العرباويين، مدينة مربح بأكملها تبتسم لكم يا عرباويين. في الدقيقة 75 يسجل العرباويون ويفرح بعضا من جماهيرهم الحاضرة، يا الله يا الله، يا سلام على هدف جميل، تقدموا واستعادوا، استعادوا بريقهم، يا الله يا الله، على هدف جميل، على هدف رائع. لاحظ الصورة، لاحظ الاحتفالية، اللاعب رقم 36 لفريق نادي العروبة هو من يسجل الهدف، يا سلام على هدف جميل ورائع، يا عيني يا عيني على الهدف، هل من البديل أم من الكابيتانو أم من المل، يا الله يا الله على فريق نادي العروبة. نعم البديل داميلاري أديكون هو من يسجل هدفا عرباويا أولا يفتتح بها النتيجة، العروبة يتقدم في استاد نادي الفجيرة، يسعد جميع عشاقه، يسعد جماهيره، يسعد إدارته. النقطة رقم 64 أصبحت وباتت قريبة، إلا إذا فريق نادي الفجيرة رجع في النتيجة وقلب الموازين من جديد ستكون هناك كلمة أخرى. نعم العروبة بجماهيره الحاضرة، بمؤازرتها للفريق الأخضر، لفريق النورس، لفريق الذي يأتي من منطقة مربح ومن مدينة مربح الجميلة والرائعة. نعم يا صالح ربيع كنت أحدا من نجوم المباراة، لكن هذه صعبة عليك، هذه لو تجيب 1000 حارس هذه ما يصدها، هذه في الزاوية المستحيلة، هذه لا تصد ولا ترد. تعود مرة أخرى لفريق الفجيرة، للفريق الأحمر الذي يسعى أن يسجل الهدف الأول، يوجه زميله، تعود مرة أخرى كنترول ومهارة، لكن يا سلام على الثقة العالية، فريق العروبة يستعيدها بثقة، يا سلام على قطع الكرة، يا الله، مرة أخرى العروبة كرة، هناك خطأ يشير إليه حكم المباراة لمصلحة فريق نادي العروبة. نعم أسقط لاعب فريق نادي العروبة، نعم هناك خطأ صحيح وخطأ واضح وخطأ مباشر لفريق نادي العروبة، أسقط بها اللاعب، والآن سنشاهد ما الذي سيقدمه حكم المباراة. نعم هناك تبديلان أيضا لفريق نادي العروبة، هناك تبديلان آخران، اللاعب رقم 13 من نادي العروبة واللاعب رقم 38 سيدخل مرة أخرى إلى أرضية الملعب. نعم خرج النجم اللاعب رقم 77 من فريق نادي العروبة ودخل اللاعب الآخر لفريق نادي العروبة. نعم أخرج النجم دي باروس، خرج ودخل بديلة مرة أخرى، وخرج أيضا اللاعب الآخر الحسان تامبارو لفريق نادي العروبة، وأدخل اللاعب رقم 13 اللاعب فاكوندو فونتي. والآن تعود مرة أخرى وسط تبديلات ناجحة، وسط تبديلات رائعة، وسط تبديلات كثيرة شاهدناها في هذا الشوط الأول والرائع، قدمت مباراة جميلة إلى الآن فريق نادي الفجيرة، لكن فريق نادي العروبة استطاع أن يسجل هدفا أول يفتتح به الشوط الثاني وما تبقى من عمر هذه المباراة الجميلة والرائعة. الآن عرضية عالية تعود مرة أخرى لفريق نادي الفجيرة من الطرف للاعب رقم 87، يرسلها عالية، هل هناك رأسية؟ محاولة مرة أخرى، تسديدة، الله،
يا سلام على تسديده، لكن هناك دفاع ينقذ العربويين، ينقذ الفريق النورس، ينقذ فريق مربح، ينقذ الفريق العائد والقادم من مدينة مربح الجميلة والرائعة. هل هناك خطأ أم ماذا هناك يا حكم؟ سنشاهد ما الذي احتسبه حكم المباراة، هل احتسب خطأ أم هناك رمية تماس أم هناك خطأ من مكان قريب ينفذه الفجراويين لكي يعودوا في المباراة في الديربي الجميل والديربي الرائع والديربي الذي تألق فيه الحراس وتألق فيه المهاجمون وتألقوا به المدافعون وتألقوا به لاعبين الوسط، اللاعبين الذين يلعبون بمواصفات الجوكر وهم متواجدون على أنحاء هذا الملعب ويركضون ويقاتلون إلى النهاية. خطأ مباشر لمصلحة فريق نادي الفجيرة. هل من هدف لفريق نادي الفجيرة؟ هل من استعادة للنتيجة؟ هل هناك تعادل؟ هل هناك عودة للأحمر؟ هل هناك عودة للذئاب الذين يريدون أن يعودوا، يريدوا نتيجة التعادل، يريدوا أن يستطيعوا أن يقلبوا الموازين، يريدوا الريمونتادا، يريدوا الكامباك مرة أخرى. خطأ مباشر لمصلحة فريق نادي الفجيرة سينفذها لاعب فريق نادي الفجيرة. الآن عرضية، محاولة، هل هناك رأسية؟ كانت قريبة لكن تحتاج إلى رأسية كي تسكن الشباك، لكن الكرة خرجت ولن تلامس أي شيء، لن تلامس العارضة ولن تلامس الشباك، لكن الكرة تعود وتستعاد إلى ضربة مرمى لمصلحة فريق نادي العروبة. تبقى القليل، لن يتبقى سوى 10 دقائق من هذه المباراة، وسنشاهد كم سيحتسب حكم المباراة لوقت بدلا ضائعا. تعود لكن الكرة إلى المدرجات، يرسلها عالية، مدافع فريق نادي الفجيرة أبعدها، المدافع لفريق نادي الفجيرة خالد سالم أبعدها إلى خارج أرضية الملعب. والآن رمية تماس للمتنومسين، للفرحانين اللي بيتوجوا بعد 7 جولات. يا الله يا الله، فريق نادي العروبة صدق أو لا تصدق، إذا فاز في 3 جولات وتعادلوا في مباراة سيحسمون اللقب، سيحسمون كل شيء. لكن إن شاء الله فريق نادي الفجيرة في السنة القادمة إذا لن يصعد سيتوج إن شاء الله بلقب دوري الدرجة الأولى. لكن فريق نادي الفجيرة نريده أن يستعيد تسديد. العروبة كان أن يستعيدها في الشباك. الله الله الله، لن أكمل المعلومة، الآن سأستكملها مرة أخرى. خطأ مرة أخرى لفريق نادي العروبة، محاولة مرة أخرى، هدف أم ماذا؟ هل هناك هدف ثاني؟ الله الله، يا سلام، الله على إنقاذ رائع، هذا إنقاذ المباراة، إنقاذ من إنقاذات الدفاع، هذه إنقاذات يبعدها لاعب راموس ويبعدها مالديني ويبعدها المدافعون الكبار. يا سلام عليك، يا سلام عليك، تسلم رجليك يا حبيبي. والآن ضربة ركنية مرة أخرى لفريق نادي العروبة، الآن سنشاهد الضربة الركنية مرة أخرى للعرباويين الذين يريدون أن يسجلوا الهدف الثاني. عرضية، ركنية، أوهو أوهو، يا الله، على فرصة ذهبية كادت أن تباغت مرمى الفجيرة، كادت أن تباغت مرمى صالح ربيع، لكن الكرة لن تسلم الجرة، الكرة لن تسكن الشباك. سلمت الكرة منك يا ذئاب، سلمت منك الكرة يا وولفز مرة أخرى، مرة أخرى الجناح يتقدم للأمام، لكن الكرة لمصلحة فريق نادي الفجيرة، يحاولون من فرصة ومن فرصتان. خطيرون خطيرون، هم خطيرين خطيرين، سميهم كما شئت، خطيرون وخطيرين وكل شيء. والآن تعود الكرة من خط الدفاع، الآن المدافع يتقدم الأمام، فريق نادي الفجيرة محمد سالم ناصر يسعى أن يتقدم الأمام، يسعون أن يتقدمون إلى الأمام. والآن رمي التماس لمصلحة فريق نادي الفجيرة.
تعود الكره لمحمد سالم ناصر، محمد يرسلها تمريره لكن تمريره قصيره وطويله، تعود مره اخرى لمدافعي نادي الفجيره يتبادلون الكره، تعود الى لاعب خط الوسط. الان فريق نادي الفجيره هو الضاغط، هو الذي يبادر لانه لا يملك سوى 6 دقائق من هذه المباراة. يا سلام على استلامك، الله على، يا عيني يا عيني يا عيني، الله الله، ما الذي يحدث أمامي؟ فرصا كثيرة تضيع، مرة أخرى عرضية، هل من رأسية؟ الله، الفجيرة لن تنام الليلة إلا إذا استعادت بريقها الأحمر الذئاب، لا ينام الليلة إلا إذا استعاد بريقه من جديد، يريد أن يستعيد اللحظات، يريد أن يستعيد الذكريات الخوالي، يريد أن يستعيد كل شيء. يا الله على الأحمر، الأحمر الذي يوجد في كل مكان في الإمارة، في إمارة الفجيرة لا يوجد هناك شيء أحمر سوى فريق نادي الفجيرة، لا يوجد هناك شيء أحمر سوى الولفز الذين يريدون أن يستعيدوا فريقهم من جديد، يريدون التعادل من جديد، هناك ضربة ركنية من جديد، يريدون التعادل، يريدون الريمونتا، يريدون الريمونتادا الغائبة من الفجراويين. وين هذا الأداء يا نادي الفجيرة من بداية البطولة؟ هذا الأداء لو كان من بداية البطولة راح تنافسون على دوري الدرجة الأولى، راح تنافسون على الأربع الكبار، والآن مرة أخرى ضربة ركنية لمصلحة فريق نادي الفجيرة الذي يسعى أن يسجل هدف التعادل. هناك حارس مصاب، هناك حارس مرمى يتعالج، وسنشاهد الفرصة مرة أخرى. مرة أخرى ضربة ركنية لمصلحة فريق نادي الفجيرة، ينفذها عالية لكن رأسية وإبعاد، محاولة فجراوية، تسديدة لكن بلا حلول، تسديدة بلا متابعة، والكرة تعود مرة أخرى إلى ضربة مرمى لمصلحة فريق نادي العروبة، الفريق المتقدم، الفريق الفائز، الفريق الذي سيصل إلى النقطة رقم 64، الفريق الذي يسعى أن يتقدم من جولة إلى جولة، يسعى أن يتقدم من جولة إلى جولة، ويسعى أن يحقق هذه البطولة الغائبة. وإذا استمر الحال على ما هو عليه سيبقى نادي الفجيرة وتتجمد نقاطه إلى النقطة 39 ولا يزيد أي نقطة من نقاطه، وسيحاول في الجولات القادمة. لكن يا سلام، الله، لكن خطأ، أوهو على خطأ، لكن تحظيم من مهاجم نادي العروبة من الجناح، الكرة تخرج وتعود مرة أخرى، رمية تماس للولفز لفريق نادي الفجيرة، للذئاب الفجيرة، للذئاب الإمارة الذين يريدون أن يفترسون كل شيء. لكن إلى الآن نادي العروبة هو من افترس نادي الفجيرة، هو من افترس الديربي، هو من افترس هذه الإمارة. يا سلام على أجواء جماهيرية، يا سلام على لاعبين يقدمون كرة قدم جميلة، كرة قدم ساحرة، كرة قدم ممتعة، يلعبون بالسهل الممتنع، يلعبون كرة قدم تليق بجودتهم العالية، يلعبون كرة قدم بروحهم العالية، هذه أحد من روح العالية. والآن تعود لمصلحة فريق نادي العروبة عرضية رأسية، الله، حتى لو هي خطأ لكن الإنقاذ من صالح ربيع، قلتها لكم مرة ومرتين وثلاث، أحدا من نجوم هذه المباراة استطاع أن ينقذ أهدافا محققة برأسيات، بباكورد، بتسديدات مباغتة من الطرف الأيمن ومن الطرف الأيسر ومن العمق، يتواجد من بداية المباراة إلى نهايتها. يا سلام عليك يا صالح، صالح ربيع يقدم مستوى رائع وجميل، يليق باسمه، يليق باسم نادي الفجيرة، يليق بالولفز، يليق بالذئاب،
أنت ذئب يا صالح، أنت أحد من ذئاب الفجيرة، أحد من ذئاب المباراة. صحيح أن الفجيرة متأخر بالنتيجة، لكن إنك ذئب والذئاب لا ينامون، الذئاب ينهضون من جديد مرة أخرى، مرة ومرتان وثلاثة. هناك خطأ لمصلحة فريق نادي العروبة، يستعيدها اللاعب رقم 13 لمصلحة فريق نادي العروبة، لكن مرة أخرى سنشاهد الخطأ الذي سينفذه فريق نادي العروبة. نعم يتقدم الأمام، يضيع بعضا من الوقت، يلتقط بعضا من الأنفاس، اللاعبين يتحدثون مع بعضهم البعض، وبعض من اللاعبين في أماكنهم متواجدون. والآن سنشاهد الضربة الركنية، هل ستكون مباغتة أم ماذا؟ الآن سنشاهد الضربة الركنية. الآن لاعب فريق نادي العروبة، اللاعب رقم 8 فرنانديز، هو ما سينفذها. فرنانديز هل سيسجل الهدف الثاني أم ماذا؟ الآن سنسمع إلى صافرة حكم المباراة. الآن عرضية عالية، هل من رأسية؟ لكن هناك باكورد فجراوي، رأسية من الجهة اليسرى من العمق، تعود إلى فرنانديز. فرنانديز تسديد، الله يا صالح، الله عليك يا صالح وعلى تصديك. أي مشجع فجراوي تسأله شو هي الحسنة الوحيدة في المباراة، راح يقول لك الحسنة الوحيدة هي صالح ربيع، وفي بعض من الأحيان الحسنات الوحيدة الحسنات الموجودة في المباراة محمد سالم ناصر وصالح هم من نجوم المباراة. أوهو، حكم المباراة يشير إلى 8 دقائق محتسبة لوقت بدل ضايع طويل طويل الأمد. هذا وقت بدل ضايع يعيدك للمباراة، راح يخليك السجل الثاني، راح يخليك يا فجراوي تعود وتسوي ريمونتادا، إلا إذا يا العروبة. لكن الكرة إلى راية وتسلل يشيرها حكم المباراة وحكم الراية، وتعود مرة أخرى الكرة لمصلحة فريق نادي الفجيرة. هل سيرد من جديد فريق نادي الفجيرة أم ماذا؟ هناك 7 دقائق ونصف، تعود مرة أخرى لفريق نادي الفجيرة الذي يسعى أن يسجل الأهداف في الدقائق الأخيرة، يسعى أن يتقدم مرة أخرى. تعود مرة أخرى عالية رأسية، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. الآن الكرة إلى رمي التماس لمصلحة فريق نادي العروبة. هناك بعض من المباريات في الدرجة الأولى، اليوم الذيد يلعب مع سيتي اف سي، والفجيرة الآن يلعب أمام العروبة، ومصفوت يلعب أمام جولف يونايتد، والرمس يلعب أمام التعاون. وهناك هجمة للفجيرة، اللاعب رقم 9 البديل يتقدم، لكن الكرة تخرج إلى خارج أرضية الملعب. وغدا تستكمل أيضا مباريات دوري الدرجة الأولى بنفس التوقيت في 10 مساء، العربية ضد الجزيرة الحمراء، والدبل الحصن يستضيف الظفرة، ودبل الفجيرة يستضيف دبي يونايتد، ومسافي يستضيف أبطال الخليج. هل سيكون الفجيرة بطلا في هذه الكرة؟ هل سيكون الولفز بطلا في هذه الكرة؟ عرضية رأسية، محاولة الفجيرة مرة أخرى، الذئاب مرة أخرى. يا سلام على مرور ناجح، هل هناك مرور آخر؟ يا الله على التحضين، يا سلام على التحضين وعلى المرور مرة أخرى. العرباويين الآن، الجناح يتقدم الأمام، الجناح يتقدم إليها من الطرف، 1-1. هل سيمر؟ هل سيمر؟ اللاعب المهاجم يتقدم الأمام، يا الله يا الله، هدف ثاني، هدف ثاني يقضي على أحلام الفجيرة أم ماذا؟ نعم سجلها، لكن الحكم يشير إلى راية وتسلل، يشير إلى راية رفعها حكم اللقاء. والآن مرة أخرى ضربة مرمى لمصلحة فريق نادي الفجيرة. تعود الكرة مرة أخرى لفريق نادي الفجيرة، للاعب رقم 33 مصحة فريق نادي الفجيرة الذي يموه للكرة. تعود الكرة إلى خط الوسط، يتقدم إليها اللاعب رقم 3 لمصحة فريق نادي الفجيرة خالد سالم. خالد مرة أخرى إلى محمد سالم ناصر الذي قدم أيضا مباراة رائعة ومباراة جميلة. تعود مرة أخرى لفريق نادي الفجيرة من العمق الذي يتقدم الأمام، اللاعب رقم 36، لكن الكرة مرة أخرى إلى رمي التماس.
رمي التماس لمصلحة فريق نادي العروبة. نحن في آخر دقائق هذه المباراة، نحن في آخر 5 دقائق أو آخر 4 دقائق من هذه المباراة الرائعة والجميلة الذي استمتعنا بها. نحن في الدقيقة 93، نعم هناك 5 دقائق ونصف على نهاية هذه المباراة الجميلة، على نهاية وسحر هذا الديربي الذي استمتعنا فيه، استمتعوا به الجماهير. صحيح أنهم تأخروا الفجراويين، لكن هم مفتخرين بنادي الفجيرة ومفتخرين بدائهم الجميل والرائع. والآن تعود مرة أخرى الكرة إلى رمية التماس لمصلحة فريق نادي العروبة، ينفذها لاعب فريق نادي العروبة، يتقدم من الجناح، الجناح يحضن على الكرة ويسمع بعضا من الجماهير، وتعود مرة أخرى الكرة لمصلحة فريق نادي الفجيرة. نعم رمية التماس لمصلحة فريق نادي العروبة لإضاعة بعض الوقت. نعم اسمع الجماهير كيف تحيي اللاعبين، كيف تحيي البطل، كيف تحيي الوينرز الذي سيكون الوينرز بعد 7 جولات. نعم تبقى 8 جولات، لكن بعد هذه الجولة ستتبقى 7 جولات، يفوزون مباراتين ويتعادلون مباراة سيحسمون بها لقبا كان غائبا لفريق نادي العروبة في عدة سنوات. تعود مرة أخرى لفريق نادي الفجيرة الذي يريد أن يتعادل مرة أخرى. الله على الجماهير الحاضرة، استمتعوا باللقاء. نعم المعلق استمتع مع الجماهير، والمعلق استمتع مع هذه الأجواء الجميلة والرائعة. نعم والجماهير واللاعبين وجميعهم استمتعوا بهذه الأجواء الرمضانية الرائعة والجميلة. تعود الكرة مرة أخرى لفريق نادي الفجيرة من الطرف الأيسر، يا السلام محاولة فجراوية، يتقدمون للأمام، الظهير يتقدم، هل من عرضية؟ هناك خطأ يحتسب لمصلحة فريق نادي الفجيرة، تبقى هناك 3 دقائق، هل من عودة يا فجيرة؟ هل من عودة يا أحمر؟ هل من عودة يا وولفز؟ هل من عودة يا أحمر؟ الله على العودة التي ستعود إليها، الله على العودة في آخر 3 دقائق. ستسجل الآن هدف أم ماذا يا أحمر؟ الآن سنشاهد عندما يسجل الآن هدف، سيسجل الهدف الثاني، راح يكونوا طماعين يريدون الريمونتادا. الآن سنشاهد فريق نادي الفجيرة من اللاعب رقم 33 الذي يريد أن ينفذ، اللاعب لازاما، اللاعب البوليفي هو من سينفذ الركلة الحرة المباشرة. الآن لازاما الآن يتقدم إليها، سيستمع إلى صافرة حكم المباراة، لازاما ينفذها عالية، لازاما رأسية، هل من محاولة هناك؟ لا 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 لا، تبقى دقيقتان، هناك مرة أخرى عرضية، محاولة من الجناح، يتقدمون الأمام، يا على الكوبري، يا سلام على العرضية، تسديدة، يا الله، الفجيرة الإمارة الباسمة كادت أن تعود بالفجيرة، لكن الدفاع يقلص الكرة، يقدمون روحا بطولية، هذه تصدي البطولة، هذا انقاذ البطولة. تعود مرة أخرى للفجيرة، رأسية، محاولة، أوهو عاد والله الدقائق الأخيرة راح تكون مجنونة، راح تكون سيناريو آخر، راح يكون سيناريو من سيناريوهات العجب، راح يكون سيناريو يعجب الجمهور، راح يكون سيناريو مثير. والآن رمي التماس سيرسلها محمد سالم بشكل ضربة ركنية، محمد سالم سينفذها بشكل ضربة ركنية. الآن تبديل إضاعة بعض الوقت لفريق نادي العروبة، سيخرج اللاعب رقم 6 لفريق نادي العروبة اللاعب مهند خميس، وسيدخل اللاعب رقم 12 عبدالله سعيد لكي يضيع بعضا من الأنفاس، ليضيع بعضا من دقائق المباراة. نحن نشاهد الدقائق الآن، الدقيقة 97 وفي الثانية الأولى والثانية الثانية، والوقت يمر والأحداث أمر وأمر عليك الفجيرة. والآن هل سيكون حدثا لفريق نادي الفجيرة؟ مرة أخرى رأسية، محاولة، تسديدة، الله، مرة أخرى ضربة ركنية، على الأقل التعادل يا أحمر، على الأقل التعادل يا وولفز. العروبة لا يريد أن يمرض من جديد، العروبة صاحي، العروبة في الدفاع موجود، لكن الفجيرة في الهجوم لا زال موجودا. والآن ضربة ركنية في اللحظات الأخيرة، في اللحظات المجنونة، ضربة ركنية عالية، هل من رأسية؟ أوهو محمد سالم مرة أخرى، محمد تعود فريق نادي الفجيرة، عرضية،
هل من رأسي؟ الله على الروح البطولية يا عروبة، الله على الروح البطولية يا عروبة. تبقى القليل، تبقى القليل. يشير كرت أصفر حكم مباراة على لاعب فريق نادي الفجيرة. يا الله، جنون يحدث أمامي، جنون. استاد نادي الفجيرة يتحول إلى جنون عرباوي الآن في آخر الثواني. هل سيشير الحكم إلى صافرة النهاية؟ احتسب 8 دقائق والآن سنشاهدها باللايف، سنشاهدها بالمباشر. عرضية أطلق الصافرة، مبروك نادي العروبة، أنهى المباراة بنتيجة 1-0. نادي الفجيرة لعب مباراة كبيرة، ولعب الخضر مباراة استثنائية، وصلوا بها إلى النقطة 64، ونادي الفجيرة تجمدت نقاطه وتجمد أمله في النقطة رقم 39. نشكركم على حسن استماعكم، وفي السلام ختام نشكر الجماهير، نشكر الأعضاء الفنيين والجهاز الفني والإداري والمدربين والإعلاميين الحاضرين في هذه المباراة. شكرا لكم، وفي السلام ختام. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. نشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.